مش عارف اصدق ان مصطفى ميزار لسه ما افطرش. مش عارف، شرق، كان بيشرب ميه، شرق. طيب، الو، اهلا اهلا بيكم معانا مره تانية، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وربنا يا رب يعيده علينا جميعا بالخير وبالبركه وباليمن وبالسعاده وبالهدوء وبصلاح الاحوال. ادعوا دايما بصلاح الحال. طيب، انا بس يعني في اول يوم رمضان ده كده عاده لازم كلنا نقعد ايه، بنكون تابعنا من امبارح الحلقات الاولى بتاعه مسلسلات المختلفه، سواء اذا كانت مسلسلات الكبار، مسلسلات الاطفال، البرامج المختلفه وهكذا. فانا برضو يهمني جدا انكم تكتبوا لي انتوا تابعتوا ايه، او بالادق امبارح شفتوا ايه، النهارده هتشوفوا ايه، برضو هتكملوا متابعه لحلقات من اللي شفتوها امبارح. بيبقى العمليه بتاعت امبارح دي هي مساله ايه، يعني جس النبض كده، بنجرب، بنجس الميه، بنشوف ميه سخنه، ميه بارده، هشوف المسلسل ده، مش هشوف المسلسل ده، ده احلى من ده، ده مشوق، ده مش لذيذ، الى اخره. اتمنى ان تكون الوجبه الرمضانيه على مستوى الدراما والبرامج تبقى وجبه جيده، وتبقى ممتلئه بالدسامه قدر الامكان، لانه كلما كانت الدراما دسمه كلما كانت لذيذه وظريفه ومحببه الى قلوبنا واذهاننا جميعا، وبتسهم كتير في صناعه وجداننا. انتوا عارفين طبعا احنا مصر عمليا، لو انتوا تفتكروا، كنت يعني قاعد عمال بتذكر ان احنا يوم ما جينا عملنا مسلسل كرتون زمان، عملنا مسلسل كان جميل جدا 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 اللي هو مسلسل بكار، وهنا نخص بالذكر دايما في الراحله الدكتوره منى ابو النصر، وكان مسلسل رائع وعظيم. وكان جزء من حلاوه هذا المسلسل انه بي 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 بيشرك الاطفال والكبار في حاضرهم وحضارتهم القديمه عن طريق شخصيه الطفل الجنوبي الاسواني النوبي اخونا بكار. طيب، نيجي نلاقي ان احنا عندنا مسلسل الحمد لله والشكر لله عاملينه دلوقتي اللي هو يحيى وكنوز. طيب، مين كان معانا يوم الاربعاء ومنورانا على التليفون؟ الكاتبه والروائيه الاستاذه سماح ابو بكر، الكاتبه والروائيه، منورانا. اهلا بيك يا استاذ يوسف، واهلا بكل المشاهدين. ازاي الصحه؟ ده رمضان كريم قوي كده بقى. الله اكرم، ده انا اللي اتعب. حظنا حلو، حظنا حلو، حظنا حلو يا استاذه سماح. انا اللي اسعد، ربنا يخليك. يحيى وكنوز، احكي لنا عليه. والله يحيى وكنوز، انا الحقيقه يعني عايز اقول لحضرتك ان انا في منتهى السعاده النهارده وانا بتابع الحلقه الاولى منه. من زمان انا نفسي في كرتون يخاطب الاطفال يعني بشكل عصري، وفي الوقت نفسه اللهجه بتاعتنا المصريه الحلوه اللي الاطفال افتقدتها وهي بتتابع يعني حاجات اعمال مدبلجه مش بلهجتنا. صح. البسيطه، كان من زمان نفسينا في حاجه زي كده. المسلسل الحقيقه انا اللي عجبني فيه انه اولا ابطال واطفال بيتكلموا بلغه سهله بسيطه، في سلوكيات لطيفه جدا ما بين الاولاد وبعضهم، بيتعرض ليها بشكل مش مباشر وبشكل ما فيهوش التوجيه والافعل ولا تفعل، لا يعني اي طفل هيتفرج يحس انه مر بالموقف ده في المدرسه، طفل مع اخته ازاي بيتعاملوا في البيت. كمان حته ترسيخ الانتماء والهويه، وانه يربط الاطفال بالاحداث الجميله اللي حصلت زي موكب المومياوات، وانه الاطفال المفروض انها تروح في رحله تحضر او تتفرج على الحدث الهام ده، ده شيء جميل جدا، بيخلي الاطفال تبقى حاسه ان هي جزء من المجتمع، حاسه الاطفال ان هي مش بعيده عن الانجازات الجميله اللي بتحصل في البلد، لا هي يعني موجوده فيها وحاضره وبت يعني بتتفرج عليها وبتشاهدها. غير انه حسب ما شفت بقى في الاعلان يعني المسلسل، انه كمان هيبقى فيه مغامرات لطيفه جدا بعد كده، الحضاره المصريه القديمه الجميله هتتقدم بشكل حلو. الحقيقه انا يعني سعيده جدا بيه، وبشكر الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه انها الحقيقه تهتم انها تقدم عمل يعني راقي للاطفال على مستوى الاعمال العالميه اللي الواحد بيشوفها يقول يا ريت يبقى عندنا عمل مصري كده. احنا كده نبقى محتاجين اكتر في ان احنا ننتج النوع ده من الاعمال، الانيميشن ده مهم كي. جدا للاطفال ومهم للكبار بالمناسبه، انا بحب الانيميشن وانا خلاص يعني قربت اطلع معاش بس بحبه لا لا بصراحه. لا لا، ربنا يوفقك يا استاذ يوسف، لا وفعلا مطلوب لانه الاسره كلها بتجتمع على العمل ده وبتتفرج، والاب والام نفسهم بيشوفوا نفسهم في الشخصيات اللي موجوده ازاي هم بيتعاملوا مع اطفالهم،
هم كمان هيبقى عندهم يعني وعي ازاي يكلموا اطفالهم، ازاي يتعاملوا معاهم. اللي بيشوفوا ده في المسلسل بيشوفوا ردود فعل الاطفال الطبيعيه جدا، الطفوليه جدا، اللطيفه جدا، ما فيهاش توجيه مباشر، ودي اهم حاجه. صحيح. انا بشكرك جدا 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 الكاتبه الروائيه الاستاذه سماح ابو بكر، شكرا جدا على هذا التليفون. ايضا الكاتبه الصحفيه والناقده الفنيه علا الشافعي، اهلا بيك يا علا. مساء الخير ورمضان كريم عليك يا يوسف. رمضان كريم عليك. عايز اخد رايك في يحيى وكنوز، شفتي فيه ايه؟ شايفه ايه مميزاته؟ يعني كلميني بعين الناقد المدقق. شوف انا يعني انا برضو كده يعني زي ما قالت استاذه سماح، الحقيقه انا كنت مستمتعه جدا بكل كلمه هي بتقولها، ان احنا من زمان كان عندنا انتاج مميز للاطفال ومراحل عمريه مختلفه، فجاه بقى في فجوه ما بين ما يقدم للاطفال والاطفال الحقيقيين الموجودين بتصرفاتهم بحياتهم. يحيى وكنوز يعني انا بشوف ان هو من الاعمال اللي بتعيد يعني الحقيقه بتعيد تاني لانتاج الاطفال اهميته، بتعيد ليه التاكيد على ضروره وجود هذه النوعيه من الاعمال، لان يعني انت شايف حتى مستوى التنفيذ عامل ازاي، في عنايه بكل التفاصيل، الرسوم، التحريك، المزيكا، يعني الحقيقه كل العناصر فيه اقدر اقول كده ان العمل مبذول فيه جهد كبير جدا من المؤلف من المخرج. فانا يعني انا من الناس اللي برضه زيها متحمسه لهذه النوعيه من الاعمال وجودها، خصوصا ان انت هنا بتقدمه بروح عصريه ولغه الاطفال دول. يعني انت بتشوف يحيى طفل عادي جدا مشغول بحاجات كتير، مش عايز يذاكر، اللي هي التركيبه اللي ممكن تلاقيها الاطفال دلوقتي في حياتنا، اخته اللي هي كنوز على يعني مهتمه بمذاكرتها، بس برضه التليفون معاها والسوشيال ميديا واخداها وبتعمل حاجات بتطلع على الانستجرام وعامله نفسها عندها فولورز ومهتمه بالتفاصيل دي كلها. ازاي هتضفر التركيبه دي كلها ان تقول لهم لا اعرفوا كمان تاريخكم وحضارتكم القديمه، لان ده كمان مهم جدا للاطفال. اللي بيميز كمان يحيى وكنوز مش بس انا بشوف يعني لغه الحوار، لا يعني في اللي هو كده تاصيل لحاجات كانت ابتدت تروح من الذاكره، بمعنى ان انت ما بتعرف الاطفال ان مصر القديمه اسمها كنت، مش لازم اقول الفرعونيه، لا هي ما اقول الاسره القديمه الملوك، يعني كلمه الفراعنه مش هي الرابط يعني الاساس. صح. اقصد ان هو ده مهم قوي ان انت بتعمل بتركز على ده. كمان انا بشوف ان يعني اختيار توقيت عرضه برضه بعد المغرب والناس كلها قاعده تفطر، مهم ان العيله كلها تكون بتتفرج على هذا المنتج اللي بيتقدم اللي تم تقديمه بعنايه شديده جدا. فيعني انا بشوف ان وجود يحيى وكنوز في يا ريت يبقى في اعمال زيه ثانيه كتير الحقيقه، ده شيء مهم جدا للاطفال في الاجيال الجديده. صحيح. انا بشكرك جدا 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 كاتبتنا الصحفيه وناقدتنا الفنيه علا الشافعي، شكرا جدا ليك يا علا على هذه المداخله. يحيى وكنوز ده عاجبني بقى في ايه؟ هقول لك على حاجتين. اول حاجه زي ما بقول لك هي مساله عدم الانقطاع بتاع سلسله الكرتون او الانيميشن المصري لو صح التعبير، وانه بتقدر تقول انا اقدر ان انا اكمل واعمل حاجه وكويسه وحلوه وشيك ودقيقه زيها زي اللي انت بتتفرج عليها في اي حتة في الدنيا. ادي واحد. اتنين، اللي قالته علا الشافعي برضو مهم جدا بالمناسبة، واللي قالته الأستاذة سماح أبو بكر برضو مفيد جدا بالمناسبة. ليه؟ لأنه مسألة تكريس مجموعة من المفاهيم والألفاظ والمصطلحات، وأنه دي تبقى حاجة راسخة جوه عقلك وذهنك وتبدأ تكون وجدانك واحدة واحدة. مصر اسمها كيمت، ما كانش اسمها مصر، ومصر دي ليها حدوتة متعلقة بحفيد سيدنا نوح. فمثلا في بعض الناس بتختلط عليها الكلام، يقول لك مصر جاية من كلمة الأمصار، أي البلاد التي فتحت عند دخول الإسلام إلى مناطق عدة، منها بلدنا ومنها الشام ومنها فارس والعراق إلى آخره. مفهوم خاطئ بالكلية، مش هقول لك مفهوم خاطئ بشكل جزئي، خاطئ بالكلية. هي ليها قصة تانية خالص ممكن نبقى نقعد نحكيها. ده انعكس يعكس ايه؟ يعكس ذكاء الكاتب، مش هقول لك بس ثقافة الكاتب، ذكاء الكاتب اللي عاوز يوصل الطفل المصري لنقطة. فذكاء الكاتب، وده اللي عجبني، هي فكرة تكريس المفهوم في ذهنك، في ذهن الطفل بالتحديد، انك يبقى فاهم ايه هي اصول الاشياء، مش ما اعتاده اللسان، مش الأفكار المعتادة المنتشرة الرائجة. تكريس مفهوم حقيقي للأشياء هو المفهوم الأصلي، ودي حاجة مهمة جدا. تكريس الأصالة لدى الطفل، ده هنا بقى إيه زي ما بقولك، كل ده ذكاء الكاتب مش بس ثقافته. خلي بالك إنه اليومين دول ممكن حد يقعد يكتب عن طريق جوجل فيطلع معلومات كتير فيبدو مثقفا، يبدو. إمتى تقدر تكشفه
لما هتشوف الكلام اللي مكتوب ده ذكي ولا مش ذكي. ذكي يعني ليها أثر، يعني داخل في حتت معينة، عنده استهدافات. الكاتب في حالة يحيى وكنوز عنده استهداف معين، عنده أهداف معينة عاوز يحققها من ورا هذه الحدوتة الطويلة اللي احنا هنقعد نتابعها مع بعض، أو الحواديت الكثيرة اللي هنتابعها مع بعض في رمضان. وبالمناسبة أنا هنا أشجعك، أب وأم اقعدوا اتفرجوا على المسلسل، المسلسل لا يحتاج لرقابة منك، اقعد اتفرج، عشان بالمناسبة أنت كمان هتستفيد، يعني الولاد هيتفرجوا، شجعهم على ذلك. أنا ليه بقول لك أنت اقعد اتفرج؟ اقعد اتفرج عشان أنت كمان هتستفيد، وخد مني النصيحة، أنت بجد هتستفيد. وعلى رأي طه دلوقتي يقول لي وناقش عيالك في اللي اتفرجوا عليه، وشوف بقى هنا ميول ولادك هتبقى رايحة ازاي، وهنا ده هيخليك تكتشف تقدر تجيب كتب ايه لولادك، تفرجهم على افلام او وثائقيات عاملة ازاي. يعني خد ودي مع العيال. يحيى وكنوز يكرس ايضا لهذه الركيزة الاساسية، خد ودي مع ولادك، ما تبقاش مجرد محفظة رايحة الشغل وراجعة من الشغل. خلوني أخدكم ونروح مع بعض على تقرير أظن من التقارير الحلوة جدا عاملينه زمايل الأعزاء اللي بشكرهم جدا في برنامج التاسعة. بنرصد فيه، أو الكاميرا بتاعتنا بترصد، بترصد عادات المصريين في أول يوم رمضان. بص، هو ما فيش حاجة أحلى من يوميات المصريين في رمضان وفي غير رمضان، بس رمضان بطبيعة الحال طعمه أكثر جمالا ويبقى في الذهن لفترة أطول. شوف التقرير ونرجع نكمل الكلام. صيام وصلاة وقراية قرآن وتهجد بتاع الليل وتراويح. العيلة بتتلم، أنا جد أساسا، وبيجي وابني ومراته وبنته وبنتي الطقوس العادية اللي احنا تربينا عليها. يعني بعد ما من السحر بنصلي الفجر طبعا ونكمل الصوم وننزل نشتري بعض الحاجات اللي هنفطر بيها على الفطار، زي قمر الدين العريسوس والفطار العادة يعني. بس هم بيفتكروا يفكروا ان هم يعملوا دايما المحشي ده مشهور عند الناس كلها. كشعب مصري يعني بيحب رمضان، هو بالنسبة له تراويح بقى ولمة العيلة أول يوم والأكل مع بعض والكلام دوت. طبعا المحشي طبعا أمي طبعا بتعمله دلوقتي والكلام دوت. نتجمع كعيلة مع بعضينا وكله يفطر مع بعضه وكأسرة والأولاد وكله عادي. أهم حاجة صلاة العشاء والتراويح، بعد التراويح بقى نفك عن نفسنا ساعة ولا ساعتين كده. العيلة كلها بتتجمع و بنفطر كلنا مع بعض ويعني وبنشوف بعض، يعني في ناس مش بنشوفها في بعض الاوقات فبنشوفها في اول يوم رمضان ده، ومعروف ان اول يوم رمضان ده بيبقى يوم جميل يعني. بالنسبه للمنطقه يعني بيبقى في زينه، بيبقى في اولاد يعني بيلعبوا كوره وبرضه يعني هو شهر مفترق وشهر دوت شهر عباده. أول يوم رمضان بفطر مع أولادي وببقى موجود في قلب البيت، وبنزل شغل الصبح وباجي بعد الظهر ببقى موجود مع عيالي. بننزل بقى نشتري شوية المخلل ونجيب نشوف هنفطر إيه الكلام ده. بنجمع العيلة وبتاع ونفطر عند بعضينا، نجيب أبويا وإخواتي والكلام ده كله ونروح نفطر عند بعضينا. رمضان كريم، كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يجعله سنة سعيدة علينا كلنا إن شاء الله. رمضان كريم الشعب المصري والمصر والأمة العربية، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين ومصر بخير. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وربنا يجعله مبارك على المسلمين كلهم يا رب. بصوا هقول لكم على حاجة. الأول أهلا بيكم معانا مرة تانية. ما اقدرش اقول لك عوده المسلسلات ذات القيمه والثقل التاريخي للشاشه الرمضانيه، هبقى بقول لك حاجه مصطلح مش في محله او الجمله مش في محلها، لكن اقدر اقول لك استمرار نجاح للمسلسلات ذات القيمه والثقل التاريخي، استمرار نجاح، لانه فتره طويله جدا حصل رهان، انا اظن الرهان الخائب او الرهان الخاسر، على إنه المسلسلات الملحمية أو المسلسلات البطولية أو المسلسلات التاريخية أو المسلسلات ذات الثقل التاريخي لا تلقى بترحيب ولا تحقق مشاهدة ولا تؤدي إلى أي نجاح يذكر. فما دخلنا كنا لو تتذكروا في دوامة مسلسلات سيئة لأبعد الحدود، سيئة
يعني سيئة في كل حاجة، سيئة في إخراجها وسيئة في سيناريوهاتها من غير ما حد يزعل، وسيئة في أدائها التمثيلي وسيئة في الحوار وسيئة في كل حاجة يعني. ويمكن أبقى أنا راجل إذا كنت بأشوف بعين المشاهد العادي فأبقى يعني نقدي شديد حبتين. طب خلونا ناخد الموضوع ونروح على نقادنا الكبار زي ناقدنا الفني الكبير والمحترم صديقي القديم عبد الله غلوش. ازيك يا استاذ عبد الله؟ ازيك يا استاذ؟ ما فيش بقى استاذ ولا حاجه، مش كده برضو؟ يعني صح، انا فرحان معاك والله، وانا رمضان ويعني فرحان سمعت صوتك بقى كتير، وانا انت عارف انا بحبك قد ايه كده، ويعني القلوب عند بعضها، وكل سنه وانت طيب وكل اللي بيشوفونا طيبين وانت بالصحه والسلامه يا رب. لا يعني المفروض احنا يعني المفروض المكالمه ملهاش لازمه بعد اللي انت قلته بقى. لا يا عم ازاي بعد ازاي اللي انت قلته ده؟ صح، هو فعلا استمرار الحقيقه، ما ينفعش نقول ان السنه دي بس، لا احنا بقالنا كام سنه الحقيقه بنعمل اعمال حلوه، السنه دي استمرار، والسنه دي ظهر ده بوضوح كمان. احنا اول يوم طبعا صعب ان احنا لسه نحكم وما شفناش كل المسلسلات، لان اتعمل فينا مقلب السنه دي كده، فكره ان المسلسلات كلها اول يوم كانوا بقالنا كام سنه بيبقى اليوم اللي قبل رمضان ممكن كام مسلسل نخطفه كده يتعرض، لكن السنه دي كل المسلسلات بعد الفطار، فما لحقناش نشوف كل المسلسلات، لكن من البروموهات ومن الحاجات اللي احنا شفناها من بعد الفطار لغايه دلوقتي في حوالي 9 مسلسلات 12 مسلسل اتعرض. لا الكواليتي حلو، مخرجين كبار رجعوا تاني يشتغلوا، الصوره هايله في كل احنا انا بتفرج على افلام مش بتفرج على المسلسلات، فكره الدراما كانت دايما عند الناس ليها كواليتي تصوير معين، ولا احنا انا بنتفرج على فيلم سينما بس في شكل مسلسل الحقيقه. صحيح، فانا يمكن متفائل، مش عايز اتفائل زياده عشان برضو احنا لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل، بس اللي انا شايفه لغايه دلوقتي لا الحقيقه كله كويس جدا، عندنا كمان في تنوع كبير جدا، يعني على الفطار مثلا هنتعرض 3 مسلسلات كوميدي، 3 احلى من بعض الحقيقه، ان كان في بيتنا روبوت 2 وفكرة زومبا ولذيذ وشيماء سيف وعمرو وهبة وقد ايه الأطفال مرتبطين معهم من الجزء الأول. صح، في نفس الوقت بتعرض الكبير 6، اللي عجبني في أحمد مكي في الجزء ده تحديدا، طبعا أحمد مكي وحشنا، والكبير ده مرتبط عند جيلنا وعند الأصغر مننا والأكبر مننا، دايما بيحبوا أحمد مكي في الكاركتر ده في 3 إن كان جوني أو حزلقوم أو الكبير. انا عاجبني ان احمد مكي رجع لاصل الحكايه، يمكن الجزء الخامس شويه احمد مكي بعد شويه وسافر وما بقاش الستايل الكبير اللي احنا ارتبطنا بيه في اول 4 حلقات. انا عاجبني هدرس وفزاع والدكتور ربيع، كل الكاركترات الحلوه اللي احنا اتعودنا عليها من الكبير كان حلو، كمان مكتوب عليا احمد، انا شايف اكرم حسني هيبقى من مفاجات السنه دي. بص هو دايما ايه، ايوه الحكم لسه بدري وكل ده، بس انا رايي مجروح إيه في اكرم دايما، الانطباع الاول يدوم والحلو بيبان من اوله، فانا شايف مكتوب عليا حلو. عجبني فكره الربط اللي عمله ما بين الدوم كبرنامج كبير لاكتشاف المواهب وبرنامج مصر لاكتشاف المواهب، وانه طالع كانه هو طالع شاعر وبيقدم في الدوم، فعجبني الربط ما بين البرنامج وما بين المسلسل. فاكرم حسني كمان فهد حلوه، دايما اغانيه مختلفه وبيعمل حاجات مختلفه، فانا عجبني ده الكوميدي. بعد كده عندك في لايت كوميدي بقى، مش كوميدي بالصرف، في عندك يسرى عامله كده، في خالد النبوي، يعني يسرى في احلام سعيده، ولو اني زعلان شويه من المخرج الكبير عمرو عرفه. ليه؟ في فكره انه انا كنت حابب النهارده اتفرج على كل اعرف كل الناس في المسلسل، يعني كنت حابب اشوف غاده عادل، كنت حابب اشوف مي كساب، كنت حابب اشوف شيماء سيف مع يسرى، طبعا يسرى يعني ايوه كفايه وجودها لوحدها وكل حاجه، بس انا كنت حابب اشوف بقيه الكاركترات. فالحلقه الاولى النهارده كانت متركزه اكتر على يسرى، بس البدايه حلوه، عجبني جدا البنت اللي شغاله عند يسرى في البيت، وجه جديد انا للاسف مش عارف اسمها، بس بنت يعني شايفها مبشره جدا هتبقى كويسه. في نفس ستايل اللايت كوميدي، وطبعا كفايه ان عليه اسم الراحل اللي وحشنا كلنا اسامه انور عكاشه، مسلسل خالد النبوي راجعين يا هوا، ده كمان من الحاجات الهايله السنه دي واللي هتبقى كويسه جدا. انا عجبني كمان السنه دي الحقيقه في الدراما فكره الاهتمام بالشباب، احنا يعني
قعدنا فترة ما نخاطبش الجيل ده، ما نخاطبش الصغيرين، ما نخاطبش يعني بيبقى دايما ايه، نقول ان الدراما دي ستات البيوت والناس الكبار هم اللي اتفرجوا. لا احنا أيوه. في مسلسلات كاملة رايحة للناس دي وبتخاطبهم وبالمفردات بتاعتهم وبكل ده، منهم مثلا مسلسل دايما عامل لمصطفى شعبان ده كمان من الحاجات الحلوة، مسلسل كوميدي مورينا المدارس بشكل جديد ما شفناهوش قبل كده، فده كمان من المسلسلات الحلوة. عندك سسبنس في كذا كذا كمان مسلسل، في ملف سري هاني سلامة ده برضو، هاني سلامة جديد، فكرة انه مستشار وقاضي ما عملش الكاركتر ده قبل كده. انا عجبني مثلا، انا يمكن السنة اللي فاتت ما عجبنيش مسلسل رام حجاج الحقيقة، أنا السنة دي عجبني أول حلقة في يوترن وحاسس إن المسلسل حلو، وشفت من البرومو حاسس إنه مختلف عن السنة اللي فاتت وهيبقى كويس. طبعًا عودة توفيق كذا حد كذا حد من ضيوفنا عبد الله لما نيجي نسأله على يوترن تحديدًا فيرد نصًا، يعني أنا سمعت ده من 4 أو 5 نقاد إنه ريهام حجاج محتاجة مخرج يعرف يستخدم موهبتها بشكل سليم. ده أكيد، وده اظن ما فيش احلى من سامح عبد العزيز يعني عميده، وده وهو هايل 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 يعني. كمان من المسلسلات الحلوه قوي واللي بقول للناس اتفرج عليها، وبرده من البدايه كده مبشر جدا، مسلسل المشوار لمحمد رمضان ودينا الشربيني هيبقى من المسلسلات المهمه. بص يعني المسلسلات كلها حلوه، بس انا لو تسالني على اللي انا اتفرجت عليهم اكتر مسلسلين عجبوني المشوار، وعجبني كمان فاتن أمل حربي. وفاتن أمل حربي ده من المسلسلات المهمة واللي هيترتب عليه حاجات كتير بعد رمضان. زي إيه؟ بجد حاجات كتير في قانون الأحوال الشخصية تحديدا، لأنه إحنا بقالنا كتير فكرة الحضانة التعليمية للستات والست اللي ما تبقاش عارفة تدخل ولادها مدارس، مشاكل كتير الحقيقة المسلسل مركز عليها. يعني انا بقول نيلي كريم ويلكم باك، لانه يعني دي نيلي كريم بقى اللي احنا اتعودنا عليها، ودي اللي بتناقش قضايا مهمه، وانا شايف ان المسلسل ده هيعمل رد فعل قوي وهيترتب عليه حاجات كتير في قانون الاحوال الشخصيه تحديدا. عظيم جدا. طب ايه اللي لفت نظرك في المشوار وقلت انا ادعو المشاهدين لمتابعته؟ بص يعني المخرج لما يبقى هو المسيطر مش البطل اللي مسيطر. أنا بحب محمد رمضان، هو ممثل ناجح وكل حاجة، بس أنا كنت دايماً في المسلسلات بتاعة محمد رمضان ومن الأول ومن أول حلقة ومن قبل أول حلقة ومن البرومو بحس إن محمد رمضان هو اللي مسيطر على اللوكيشن، هو اللي بيقول كذا، هو اللي عايز يعمل إفيهات معينة، عايز يقول جمل معينة، عايز يطلع بالتوبلس والحاجات، يعني في ستايل كده لمحمد رمضان هو كان بيحبه. ده أنا مش شايفه في أول حلقة، ومش شايفه في البرومو، ومش شايفه في حاجات كتير، يعني أعتقد إن شاء الله إنه هيبان كمان في الحلقات الجاية إن محمد ياسين هو اللي مسيطر في المسلسل ده، مش البطل هو اللي مسيطر. فأنت عندك ثقة في إنه محمد ياسين هيقدر بتعامل مختلف مع رمضان يطلعوا حاجة أحلى، إنه يوجه محمد رمضان لحتة جديدة هو ممكن ما يكونش شاف نفسه فيها. لكن أنا كمان أبطال كتير مهمين في المسلسل، يعني مش بس القصة جلدة، ومش ده في المسلسل بس، وده من أحسن الحاجات اللي موجودة للسيزون ده الحقيقة، إنه فكرة البطل اللي هو كنا برضو عانينا فترة كبيرة من فكرة إنه البطل يعني من الجلدة للجلدة، أنا ما ينفعش حلقة ما ظهرش فيها 10 مشاهد البطل. لا انا في مسلسلات، انا بقول لك مثلا مسلسل يسر ما في 3 ابطال معاه ما ظهروش النهارده اساسا، في انتظار الباقيين خلال الحلقات الجايه ان شاء الله باذن الله. عبد الله انا سعيد جدا 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 بالمكالمه، عشان احنا ما سمعناش صوت بعض من زمان وما تقابلناش برضو من زمان اكتر، ومهم جدا جدا هيبقى بالنسبه لي ان احنا نتقابل في رمضان ده باي شكل من الاشكال. تحيه كبيره لسامح صيام صديقي العزيز، شايفه معدي قدامي ماشي بالكوره يتجه الى الكرين، نورت يا سامح. هنا بقى عايز اخدك ونروح على فين. انا الحقيقه عايز اقول لك ان انا توقعاتي لاختيار السنه دي إنه هينطلق إلى عنان السماء، الاختيار بالتحديد، وجنبه خد العائدون. بس أنا مركز معاك على الاختيار ليه؟ أقولك أنت عارف في جزء كده من صناعة السينما والدراما يسموه الكاستنج.
اللي هي اختيار الممثل اللي هيجسد الشخصية، سواء بقى إذا كانت هذه الدراما أو هذا الفيلم مبني على أحداث وشخصيات حقيقية أو إذا كانت ضرب من ضروب الخيال. يعني لو كانت كلها خيال الكاتب فأنت برضو لازم تختار ممثل يعرف يظبط الشخصية قوي. الشخصية اللي مكتوبة دي بتبقى مكتوبة الكاتب والسيناريست عاوز يحولها اللحم ودم، المخرج الشاطر وهو قاعد مع زملائه وبيعملوا عملية الكاستنج اختيار الشخصيات. يعني ده ممكن يبقى في عندك 20 موهبة جارفة، بس مين اللي ينفع للشخصية دي؟ هي دي الشطارة بالمناسبة، شطارة قوي كمان. طيب لما تيجي تاخد ده وتحطه على شخصيات واقعية ومسلسلات أو أفلام هي جزء من الواقع القريب جدا اللي سيادتك عشته في أخطر 96 ساعة من تاريخ مصر من سنة 1952 من بعد ثورة يوليو بالتحديد، حتى هذه اللحظة أخطر 96 ساعة لا ينافسها في هذه الخطورة سوى خطورة وقت معارك وحرب 1973، الفترة بتاعت انهيار جماعة الإخوان. الكاستنج اللي معمول مش بس على الشكل، خد بالك الأداء، يعني الأداء بتاع خالد الصاوي وهو يجسد خيرت الشاطر، الأداء بتاع عبد العزيز مخيون وهو يجسد محمد بديع، الأداء بتاع كل، شوف طبعا ده مع حفظ الألقاب قوي 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 للأساتذة الكبار جدا. يعني الشخصية بتاعت كريم عبد العزيز والشخصية بتاعت أحمد عز، الشخصية بتاعت أحمد السقا، الشخصية بتاعت ياسر جلال، أنا هنا بكلمك على واقع أنا وسيادتك عشناه وأنا تذكره جيدا. يعني مرورا بالشاب اللطيف الظريف اللي النهاردة مثلا عنده 20 سنة، هقولك أقل 15 سنة، احنا بنتكلم على حاجة حصلت تقريبا من 8 سنين، 7 8 9 9 سنين. لو شاب عنده 20 سنة النهاردة يتذكر لما كان عنده 11 12 سنة هذه الأيام واللي مرت بيه مصر، هذه اللحظات شديدة الحرج، وإزاي عرفنا نهدم أقوى وأكبر وأشرس وأخطر جماعة إرهابية تتلاعب بالدين وتؤول العقيدة في تاريخ الأمم الدينية على مستوى العالم. دي أخطر جماعة، دي جماعة أخطر مما يصفه البعض بفرسان المعبد في القرون الوسطى على سبيل المثال، دي جماعة أخطر من الخوارج الأوائل اللي عملوا الفتنة الكبرى وقتلوا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. دي جماعة الأخوان. التعاملات اللي حصلت، كم التوتر الشديد، كم الخطورة اللي تعاملت بيها كل الشخصيات الحقيقية، التجسيد اللي حصل في الاختيار بيخلي الاختيار 3. احنا شوف احنا كنا فرحانين بالاختيار 1 قد ايه، وبعدين طلعنا السما بالاختيار 2 وكنا مش مصدقين ان في حاجة اجمل من كده. الله يرحم شهدائنا يا رب. وبعدين تشوف بقى الاختيار 3، هو واضح ان الكيرف قاعد عمال بيعلى. فخليني بس اشكر فعلا الشركة المتحدة على اصرارها الدائم انها تقدم لنا منتج راقي، ودي حاجة مهمة قوي، ومنتج مهم ومنتج يملى الدماغ بجد ويجلي كده النفس من جوه. تعالوا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. شوفوا الاختيار، اشتروا مني وشوفوا الاختيار. يعني في الفاصل انا طلعت قاعد عمال بتفرج على المشاهد اللي عرفت الحقها كده اقتنسها من الفاصل. مش ممكن مش ممكن استاذ احمد بدير، مش ممكن مش ممكن. ايه ده ايه ده؟ ياسر جلال برضو شفته لحقته في مشهد، مش ممكن. ده مسلسل حلو ممتع ممتع، شوف مش بس في قيمته في انك انت تبقى عارف وشايف وفاهم وانه تعرف كل حاجة حصلت، كمان قيمته الفنية. المسلسل حلو حلو، حاجة تحفة، حاجة تجنن والله العظيم، فعلا حلو. الله ينور بجد، الله ينور. طب خليني اخدكم على مسجد سيدنا الامام الحسين بن علي بن ابي طالب.
المسجد بتاعنا اللي موجود عندنا في منطقه الحسين انتوا عارفين كان اتقفل شويه علشان يتعمل له بقى تجديدات وترميمات وما الى ذلك. وبيني وبينك انا واحد من الناس اللي قلت ايه يا جماعه هو هيتجدد دلوقتي، طب كانوا بس يعني ايه يرجئوا هذه التجديدات لحين الانتهاء من الشهر الفضيل وبعدين نبدا التجديد. وكان متحدد ميعاد بالمناسبه، تم افتتاح المسجد أمام المصلين أمام الزائرين بتجديدات شاملة وقبل الموعد المقرر، فنقدر نستمتع بالصلاة في الحسين ونزور حبيبنا سيدنا الحسين زي ما احنا عايزين. هتبقى بص ده الشكل بتاع الجامع من جوه، حاجة حلوة حلاوة، حاجة في منتهى الجمال. مش بس التجديد، خد بالك كمان بقى ايه من الصيانة والنظافة وكل الكلام اللطيف ده، يعني مش بس جددنا المكان، لا ده احنا بنحافظ عليه علشان يفضل دايما في أبهى وأجمل الصور اللي بتليق أولا بآل البيت وبسيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وتليق كمان بعظمة مصر اللي بتحافظ على تراثها واللي بتحافظ على المساجد والمقامات واللي بتحافظ على مساجد آل البيت الشريف. طبعا انت خدت بالك وانت شايف انه واضح انه في كمان جاليات من الدول الإسلامية كانوا، يعني انا شايف ناس كانت معدية غالبا يعني من اندونيسيا او ماليزيا ايا كان، مش دي القصة على الإطلاق، القصة كلها تتعلق بأنه واحد من أجمل وأروع مساجد مصر المحروسة وهو يعاد مرة تانية إلى بهائه القديم. دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أهلا بيك معانا يا دكتور وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف وكل الساده المشاهدين وكل مصر يا رب دايما وابدا في خير وسعاده وهناء. اللهم امين اللهم امين. كلمنا يا دكتور على الجمال والعظمه في هذا المسجد الرائع العظيم، وهل هيبقى فيه فعاليات تقيمها الوزاره خلال الشهر المبارك في هذا المسجد، وايضا الجدول بتاع فعاليات الوزاره اذا امكن بشكل عام؟ والله يعني انا عايز اقول لحضرتك كانت الناس كلها متشككه زي ما قلت حضرتك، والناس كلها كانت زعلانه من الاوقاف، انتوا ليه تقفلوا المسجد وشهر رمضان داخل علينا، كنتوا سبتوه وتشتغلوا فيه بعد شهر رمضان. لكن طالما انت مع في ايد قواتنا المسلحه انت في مامن وفي امان. احنا من خلال برنامج حضرتك احنا بنقدم كل الشكر والتقدير اولا لسياده الرئيس على اهتمامه الكبير بتطهير مساجد اهل البيت وسرعة إتمام أعمال هذه الصيانة، وكل الشكر والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة لأنه كان تحت إشراف كامل ودقيق جدا للهيئة الهندسية اللي في وقت قياسي. النهاردة حضرتك أنا بالفعل النهاردة كنت في المسجد وكنت شايف البهجة والسعادة، وعايز أقول لحضرتك يعني دايما أنت بتبقى عارف البكاء اللي بيبقى من الحزن أو من الفرح، في ناس كثيرة النهاردة في المسجد كانت بتبكي فرحا لما شافت المشهد العظيم والمسجد هذه الفخامة وهذا الجمال وهذه الحضارة اللي بتدل على عراقة الشعب المصري الأصيل وعلى اهتمام مصر كلها بمساجد آل البيت. وزي ما حضرتك قلت كان في جنسيات كثيرة النهاردة في المسجد كانت فرحانة وبتصلي في هذا الصرح العظيم وفي هذا الافتتاح الكبير. تمت الحمد لله صلاة التراويح على خير، وأنا كنت من ضمن الناس الرواد اللي صلوا النهاردة وكان مشهد عظيم جدا. يا بختك يا مولانا، والله دي حاجة تفرح. طيب ايه فعاليات الوزارة بإذن الله في المسجد خلال شهر رمضان، او فعاليات الوزارة بإذن الله يعني خلال ال 30 يوم او ال 29 يوم اللي فاضل لنا من الشهر الفضيل؟ احنا على العموم احنا يعني السنة دي تختلف عن العام الماضي، فعاليات السنة دي الحمد لله درس في درس في صلاة العصر وفي درس في خاطرة في صلاة التراويح، بالفعل كان في خاطرة النهارده في مسجد مولانا الإمام الحسين. زيادة على أن مع هذه الدروس ومع هذه الخواطر أيضا تم فتح باب مصلى السيدات، وأصبح إن شاء الله بإذن الله في درس للواعظات المتطوعات أو المعينات من وزارة الأوقاف بيبقى في صلاة الظهر. والحمد لله الأجواء الرمضانية الجميلة الرائعة فيها تلاحم كبير أيضا من الشعب المصري، احنا بنشوف النهاردة على أرض مصر اللحمة المصرية في ظل الظروف اللي العالم كله بيشهدها، شعب مصر هيفضل طول عمره فياض وطول عمره صاحب كرم وجود، وطول عمر الشعب المصري بيثبت في كل الأزمات
ان هو ايد واحده في مواجهه كل التحديات والصعوبات بعون الله سبحانه وتعالى. انا بشكرك جدا دكتور هشام، كل الشكر للدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف، وباذن الله هذه اليد يعني تمتد باذن الله سبحانه وتعالى بالترميم وبالتجديد وبالصيانه الى بقيه مساجد آل البيت. يمكن انا كنت في حدث غير جيد في مسجد السيده نفيسه يوم الخميس صباحا، حدث وفاة يعني وجنازة رحمة الله على الجميع، لكن أحب برضو أن احنا هذه اليد تمتد إلى السيدة نفيسة والسيدة عائشة وما إلى ذلك. مهم عندنا قوي 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 السيدة زينب برضو، عايزين نجدد كل مساجد آل البيت، يعني ده دول اللي مباركين لنا هذه البلد بجد يعني. طيب خليني قبل ما أختم أقول لك على الآتي، احنا في مصر في جمهورية مصر العربية في الجمهورية الجديدة أقدر أقول لك إنه إحنا بنتابع مصر بشكل عام بمؤسساتها بهيئتها بكل حاجة، بنتابع عن كثب كل حاجة كل حاجة علشان كل شيء يطلع لسيادتك في أكمل وفي أفضل صورة، ولو حصل حاجة مش المفروض إنها تجرى بيتم التعامل معها بشكل فوري. هدي لك مثال علشان تبقى المسألة واضحة وفي بداية أول يوم رمضان كل سنة وانتم طيبين. النهاردة قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية. طيب ليه؟ عشان برضو تبقى فاهم، علشان عدم الحصول على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية، وإنه للأسف تمت الإذاعة طبقا للبيان الصادر بالتحايل، ودي حاجة مش جيدة، تحايل. وبيأكد المجلس على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشهد للأسف 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 والعياذ بالله يتعلق بزنا المحارم. ده حصل بناء على شكوى قدمت بشكل عاجل من الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، اللي أكد إن الحلقة الأولى تمت مراقبتها بالفعل، لكن قناة النهار طبقا لدكتور خالد تحايلت وأذاعت الحلقة التي تضمنت المشهد أو المشاهد المحذوفة. بيأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على إيه يا سادة يا كرام؟ بيأكد على كل القنوات اللي حصلت على حق العرض بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على الترخيص الخاص بالعرض، وبيضيف المجلس إنه لن يتوانى على الإطلاق في تطبيق المعايير اللي بيتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وإنه هيطبق النصوص الواردة في القانون حال المخالفة، واللي بتندرج بقى من وقف الإذاعة لحتى سحب ترخيص القناة إذا تمادت أي قناة في المخالفات. عند هذه النقطة أقول لك ودمتم، إلا أنه لما تيجي تشوف مجمل المسلسلات اللي معروضة، القصص، التمثيل، الإخراج، التأليف، الروح اللي بتخرج من هذه المسلسلات، سوف تستمتع بمشاهدة مسلسلات رمضانية أكتر من رائعة. عشان كده أنا في أول الحلقة وفي نصها ودلوقتي بشجعك على متابعة مسلسلين، أنا واحد من الناس أقولك دول أنا أشجعهم 10/10، الاختيار 3 والعائدون. اتفرج على المسلسلين دول والله ما تندم، هتتبسط وهتستفيد وهتتمزج وانت قاعد. شوف احنا في الشركة المتحدة عندنا دائما الحرص على تقديم أفضل وأروع مستوى للدراما بما لا يتنافى على الإطلاق لا مع الكود الإعلامي ولا مع التقاليد والأعراف والأخلاق المعمول بها والتي اعتدنا عليها في مجتمعنا المصري. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة لمسلسلاتنا وبرامجنا، وبالتحديد على قناتكم الأولى، وانتظرونا دائما غدا بإذن الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.